صباح الخير عليكم الإخوان، صباح الخير. اليوم الأحد 10/5/2020، صباح الخير عليكم، كل شيء بخير، الخير تبارك الله موجود، تبارك الله. شوف قيمهم قديش، ها هو قيمهم قديش، ها هو شوف قيمهم قديش، تبارك الله الميرنا. يلا الاخوان، كل شيء يدخل الاخوان، كل شيء يدخل هسه الباقي حي. ها هو يلا الاخوان، يلا كل شيء يدخل الاخوان، كل شيء يدخل. شوية بارتاج لرحم والديه، باش نقول لكم باش كاين. يلا الاخوان، اليوم الاحد سي بي، ها هي واحد هي باقا ما نقياش، ها هي الحوت اللي كاين اليوم، نحوت قليل شوية. الله يجعل البركة، يوم الحد. يلا الإخوان، يلا الإخوان، كاين أسباب قلت إن شاء الله، أسباب ما قلت إن شاء الله ما غاديش نخدم إن شاء الله. المهم اليوم الحد، مرحبا بكم في ميناء اكادير. راه كلشي بارطاجي، راه كاين ما نقول لكم الاخوان، كلشي بارطاجي. الاثمنه راه ديما غادي نقولها، معمر الافواه غيتسدوا، ديما الاثمنه وديما الحوت، الماركات ديال الحوت غنقولهم، الفرق ديال الحوت غنقولو ديما ان شاء الله. بحال كرامار ديما الفرق غنقولها، كرامار هي باقا حيه، هي ها كرم اخرى، هي ماركه. يا الاخوان كلشي بارطاجي الاخوان، لحفظكم عندي ما نقول لكم، لحفظكم كلشي بارطاجي. الله يرحم والدي. غدا ان شاء الله الاثنين راه ما غاديش نخدم لاسباب ما، نخلي واحد ثلاث نقط قدامهم ترجع. يلا الاخوان، وما غاديش نستسلم ان شاء الله. ديما الناس غيجوا، الناس مساكر بوفري غياكلوا الحوت ديما. هاد المبادره اللي دايرين راه حازي عليها الناس. يلا الاخوان، قمرون على الثاني اخوان، ها هو قمرون قداش، ها هو غليظ كراندي، ها قمرون قد الكامبا، بغيت نوريكم قمرون، نوريكم كامبا تقريبا. نمشي لكم دابا ندور باش نوريكم قمرون قداش. يلا الاخوان، قمرون حي، هانتوما الاخوان، ها شوف ها قمرون، ها الجامبا تقريبا، ما بقى لي وصل الجامبا والو، ها قمرون غليظ. هادي شوف غير المويان قداش، هذا غير المويان هو الغليظ. وغنوريكم قمرون اللي كتقداو، كتشدو قمرون، قمرون اللي كيحسبو لكم ب 100 درهم غنوريه لكم دابا، انا غنبيعو لكم ب 70 درهم. ها قمرون الاخوان، شوف الجامبا قداش، وشوف القمرون قداش، هاهي هانتوما الاخوان، هانتوما الاخوان. راه هادشي انا علاش كناكل العصا وانا ما غنستسلمش. ها انت شوف قيمرون، شوف القيمرون الفري قداش، وشوف الكامبا قداش، كتشوف الاخوان. هانتوما اي بيس، هانتوما كلشي شوف قيمرون قداش، ها قيمرون ديال 70 درهم، ها هو شتي قمرون ديال 70 درهم. هذا ماشي المهمه اللي يقول لك شي واحد، المهمه راه ماشي المهمه، هاد القمرون هو اللي كدو نتوما، ها هما شتي، ها هو ديال 70 درهم، ها هو راه هو شتي، ها قمرون ديال 70 درهم، ها هو ها قمرون ديال 110 درهم الغليظ كراندي، ها هو هذا راه كيتباع ب 180 درهم، هذا الكيلو اللي كيبيعو فيه 110 درهم اللي داير. وغنبقى ديما نقول الاثمنه. يلا الاخوان، كلشي بارطاجي، عندي ما نقول لكم كلشي بارطاجي، شويه بارطاج الله يرحمكم والديكم، بارطاجوا شويه، باقي ناعسين، تعالوا معنا شويه. ها قمر المويا، ها هو هذا هو اللي كيبيعوه مغليظ، ها الصول، الصول باقي حي، ها هو حي الصول، ها هو كلشي، ها هو ها السيبيا. يا الاخوان، السيبيري طايحه اليوم، هي هاد السيبيري الحيه طايحه فيها 2 دراهم، كنعاود نكرر لكم 33 درهم اليوم، 2 دراهم البارح 35،
اليوم 33 انا كلشي بارطاجي اخويا الاخوان 900 اللي دخلت بارطاجي لهم الوالدين كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي تفاعلوا معنا شويه الله يرحم الوالدين راه عندنا العديان كثار كلشي شي جمعيات ماشي كلشي جمعيات ماشي جمعيات ما كاينش حتى في المارشي وما ماشي حريفيه كاع ديال داك الجمعيه كترزقوا بها على الله كيمشي دورو عند بنادم باش يطلبوا اصحاب الباركوات واصحاب ماشي جمعيات كاملين كاين جمعيات مزيانين وكاين جمعيات هادو الجمعيات اللي كاينين جداد اصلا ما قدامش راه كنعرف انا كنعرف اصحابي كلشي شكون اللي ضدي وشكون اللي معايا كنعرفهم واحد واحد يلا الاخوان يلا كلشي كلشي بارطاجي راه باقي ما بدينا والو غدا الاثنين الناس صحابي كاملين ان شاء الله الاثنين ما غاديش نخدم ها انتم الاخوان اليوم الحوت اللي كاين ها انتم هنا خاوي ها شفتوا هنا راه خاوي مالف هنا عامر بالحوت كلشي غدا ان شاء الله ما غاديش نخدم غدا بوحدو ولا غادي غدا ان شاء الله اسباب شخصيه لاسباب لاسباب ما ماشي اسباب شخصيه لاسباب ما عفوا غدا ان شاء الله كيف كتشوفوا ها انتم الاخوان الحوت اللي كاين اليوم ها هو مرحبا بكم في ميناء اكادير اليوم الحد اليوم الحد ان شاء الله وغدا الاثنين ما غاديش نخدم غادي نخدم حوت اخر ولاني الناس انا بس باش نعرف واحد القضيه الاخوان كاملين هاد 1400 داخله انا هادشي اللي داير التسقيط اللي داير راه ماشي ديروا راسي انا راه ديروا لحسابكم كاملين انا عندي خدمتي وكندير حوت لامبلاج كنشري الاكسبور كنشري حتى هو خدم دا فيه عزيز كنخدم فيه دابا عزيز محبوس دابا باش تعرفوا الناس كاين شحال من واحد دابا كيساب واش انايا كنترزق الله في هاد التسقيط هاد التسقيط راه ديروا انايا غير على حساب ذوك الناس اللي كيبيعوا داك الحوت بداك الثمن بداك الثمن وكيبيعوا داك الفرق ولا كيبيعوا ماركه ديال الحوت بماركه حوت اخرى هادشي اللي ديرونا على حساب الناس بوفريا نتعاون معاهم هادشي اللي كاين اما انا عندي خدمتي وما غاديش نستسلم وغنبقى خدام في هاد الخدمه نيت هادي على حساب هاد الناس دابا اللي هاد الناس هادو اللي كيحاربوني انايا المهم غدا الاثنين ما غاديش نخدم لاسباب ما ثلاثه نقاط قدامها وغادي نرجع لكم ان شاء الله غدا غادي نسميتو غادي نشوف اش كاين ومن بعد داك الاثنين غادي نشوف اش كاين وندير لكم اللايف على حساب هاد الحوت يلا الاخوان 1700 و1800 يلا الاخوان كلشي 1800 بغيت تبارطاجي باش توصل الناس اللي كياكلوا الحوت بثمن باهت كتير ثمن كتير ثمن كتير باش كياكلوه انا راه غنعطيكم الثمنات ديال الحوت من المارشي للمكازا من المارشي للمكازا ديما الحوت اللي كيدور السمساره اللي كيعاودوا يبيعوا الحوت يعاودوا يبيعوا الحوت ما كيوصل المواطن كيبغي ياكل هادي عباد الله كتوصلوا ب 80 درهم ولا 70 درهم هاك تولي باسه ما كتبقاش بنينه ولا هاد السيبيه حتى هي اللي كتوصل 40 درهم حتى 45 درهم ها هي الميرنا حتى هي اللي كيوصلوها حتى 80 درهم علاش 70 درهم يلا الاخوان كلشي بارطاجي راه الناس كيتسناو فيا وخا اليوم الحد انا شوف راه عندي الناس ديالي كيجيو حتى لعندي فهمتي المعقول هو اللي جابهم ماشي شي حاجه اخرى راه المعقول والصراحه الصراحه والمعقول هي اللي كاينه هاد الساعه كيف كتشوفوا الاخوان يلا الاخوان واش غنتكل على الله 2000 بيت 2000 تبارطاجي الاخوان تبارطاجي باش توصل الناس وصلوا الله يرحم والدينا هادشي هادشي اللي كندير يلا الاخوان نتكل على الله كيبان ليا كنقول لكم اثمنه ديال الحوت ديال اليوم الحد الحوت راه قليل شويه الحوت اليوم نقول لكم اثمنه ديال اليوم وسيروا لبلايص اخرين نشوفوا الاثمنات انتوما سيروا بلايص اخرين غير في اكادير هنا ما غاديش نسمي لكم هنا بلاصه البلاصه ما غاديش نقول لكم بلاصه راه كل واحد كيعرف هاد الناس اللي كيجيو عندي راه ماشي كيجيو عندي غير هكاك راه حتى كياكلوا العصا وعاود ياكلوا العصا حتى كيجيو ومساكن هاد الناس اللي كيدخلوا للميناء كيدخلوا بواحد المشقه واحد المشقه صعيبه كيدخلوا كيرجعوهم وكيدوروا ويرجعوهم وكيرجعوهم من الباب وكيعاود يدخلوا وكيمشيو كاع لبلاصه اخرى مساكن وكيجو كيمشيو يتقداو الحوت ويجيو عندي عاود ثاني يلا انا واحد السيد قال لي ودي اختي الكرامه ب 120 درهم البارح فاكه ديال خدها يلا علاش 120 درهم علاش فاش بعثالي بهذا الثمن كيكون شي الحوت فيه شي حاجه واش كندير شي حاجه راه كنبيعو نشري انا ما كنهز ديال ما كنشدي لعباد الله ما كندي ديال عباد الله الحمد لله المهم هاد الناس هادو اللي كيحاربوني انا معاهم بالمرصاد ان شاء الله معاهم وما غنستسلمش والمواطن غياكل الحوت بارخص ثمن
وارخص ثمن غير ياكل الحوت ان شاء الله في اكادير هنا، وما كرهناش المدن اخرين كاملين ان شاء الله. انا غادي ان شاء الله غادي نوعدهم ان شاء الله باذن الله، والله كل شيء غنصيفط لهم الحوت ان شاء الله باذن الله. وراه ما كنعولش انا على هذا الشيء، هاد شويه هاد البركه على حساب دايره، على حساب ديال الناس خدام معايا، شحال واحد خدام معايا انا تبارك الله كيتعاونوا معانا في سبيل الله العواشر هادي. انا كنتعاون انا عندي خدمتي، انا خدمه راه عندي خدمه ديالي باش يعرفوا هاد الناس هادو راه الاخوان. كلشي يدخل الاخوان، كلشي يدخل. راه قال لك الشمس ما كتخباش بالغربال، فهمتي؟ يا الاخوان غنبدا لكم قمرون الغليظ اليوم، هاد قمرون الغليظ اليوم غنبدا لكم به. ها هو قمرون، هاد الغليظ كراندي اللي كيتباع ب 180 درهم الكيلو، انا غادي نبيعو ب 110 درهم الكيلو. ها هو 110 درهم الكيلو، ها هو كتشوفوه 110 درهم الكيلو. وغادي نوريكم عاود ثاني هذا الغليظ اللي كيبيعوه هما الغليظ، ها هو 95 درهم الكيلو، 95 ها 110، كتشوفوا الاخوان ها 110 درهم، زين ها 110 درهم، ها 95 درهم. غنوريكم قمرون ديال 70 درهم، وراه ماشي المهمه قمرون حتى هو ب 70 درهم. ها هو خديته ب 90 فرانك الصندوق، ها هو 900 درهم 800 درهم الصندوق، ها هو هذا 70 درهم الكيلو. ها هو قمرون ماشي المهمه، كاين اللي كيقول لك المهمه، هذا هو قمرون اللي كيحطوا لكم تما بلا ما نقول لك البلايص فين، وما غنضرب حتى واحد دابا الساعه، واني باقي غادي كلشي غنجي لكم. هذا قمرون ب 70 درهم الكيلو، هذا ديال 70 درهم وماشي المهمه. شحال واحد يمشي عليه يقول لي راه المهمه واش المهمه هذه، هذا قمرون ها هو 70 درهم الكيلو، هذا هو اللي كيبيع لكم 120 درهم 130 درهم هو هذا. ها هو اش فيه، ها هو هذا قمرون، هذا ها قمرون ديال 70 درهم، هذا ديال 110 درهم كتشوفوا الاخوان، ها هو ديال 110 درهم كيلو، ها هو 110 درهم كيلو، هذاك 70 درهم. ها الاخوان كيتسناو فيا برا وكيشوفوا اللايف ومرحبا بهم جد، وهذا 70 درهم ها هو الكيلو، ها هو 70 درهم، هذا هو اللي كدوب 120 درهم وماشي المهمه، كنكرر ماشي المهمه قمرون، هذا قمرون كروفيت، راه كروفيت هو قمرون، وها هو 95 درهم الكيلو كي كتشوفوا الاخوان، 95 درهم الكيلو ها هو، هذا هو الغليظ كيقول لك راه غليظ. راه يمكن لي انا نشد انا هاد جوج الصنادق، هاد جوج الصنادق شريهم، انا نقول لك اش كيديروا الناس، انا نقول لك اش كيديروا. دابا هذا مويان 95، هذا غليظ كيشدوا هذا ديال 70 درهم، كيشدوا جوج الصنادق ديال 70 درهم كيخلطوه مع هذا مع المويان الغليظ، كيخلوها بار وكيقول لك راه قمرون غليظ، كيتخلط هذا كيخلطوه وكيبيعوا ويبيعوه. راه ما نخلطوش انا، راه نبيع لك هذا ب 110 درهم، شتي ها هو 110 درهم الكيلو، وهذاك راه 70 درهم الكيلو قمرون ماشي المهمه، ها هو بحال قمرون، ها هو تا هو قمرون، ها هو 70 درهم، ها هو 70 درهم الكيلو، ها هو الاخوان كتشوفوا 70 درهم. الميرنا اللي طالعه اليوم 45 درهم الكيلو، حيت ما قليله ما كايناش الميرنا، كاين شويه الريح المهم. الميرنا البارح بنعها 42، اليوم 45 درهم. الناس اللي كيقولوا فيها راه هذه راه اصلا هذه هي البروميان، الميرنا البروميان هي 45 درهم. دابا حاليا غتمشي للسوق، دابا في اكادير دابا غيقول لك هذه 60 درهم 70 درهم، دابا حاليا 70 درهم غيقول لك دابا هذه. وعلاش نقول 70 درهم؟ انا مخيوم عليا ب 40 درهم، فيها 5 درهم هذه، انا مصور فيها 5 درهم الكيلو، الله يجعل البركه. هذه انا شاريها ب 40 درهم، نبيعها ب 45 درهم. يا الاخوان هذا كرمر، هذه 65 درهم، ها هي هذا الغليظه 65 درهم، هذا مويان كرمل مويان 70 درهم الكيلو، ها هي 70 درهم، ها هي 70 درهم. ياك اليوم الاخوان يوم الحد انا نوريكم، غنخرج لكم برا وغتشوفوا الناس اللي كاين عندي، ماشي غير نشكر لكم راسي، المعقول هو اللي كاين، المعقول والصراحه ان شاء الله هي اللي كاينه. ها هي كرمه 70 درهم، راه هذه ماشي حمراء، هذه البروميان باقا حيه، ها هي حيه، ها هي شوف ها هي باقا حيه. شحال واحد كيشوف هاد الحمرية كيقول لك ودي راه حمراء كرامة، لا هادي ديالها كولور ديالها 70 درهم الكيلو، هادي 65 درهم الكيلو، ها هي غليظة، هادي غليظة ب 65 درهم كيف كتشوفوا، ها هي الراية قليلة، ها هي 25 درهم الكيلو، البارح درت 22 درهم الكيلو. سيبيا 55،
59 درهم الكيلو. هلا عنده صحيه باقي الله كيحطوا فيه تريا هو ولا جر. ها السيدي 55 درهم الكيلو كيف كتشوفوا 55. ها هو الصول، الصول الاخوان ها هو الصول ديال 60 درهم الكيلو. ها هو ها ديال 60 درهم الكيلو. ها الاخوان كتشوفوا ها 60 درهم الكيلو باقي حيه باقي كيتسلق. ها هو هذا الصول بلاج، هذا هو الصول بلاج 60 درهم ماشي الصول كحل، هذا الصول بلاج ها هو 60 درهم الكيلو. يا الاخوان نحاول الله يرحمه المهم تبارطاجيو هاد 6000 على 600 اللي كاينه دابا، تحاول تبارطاجي تبارطاجيو شويه الله يرحمه تفاعلوا معنا وتعاونوا معنا. الا ما كنتوش نتوما راه غنوقف، راه غادي كيحاربوني الناس على حساب الثمنات اللي كندير ولا الفرق ديال الحوت، هاد الفرق اللي كندير الحوت. المواطن دابا كاين اللي ما عمره عرف مسكين كيمشي كيشري الحوت. انا جا عندي واحد السيد واحد الدكتور كان عندي يا ودي، خديت كرتونه بوحده، كرتونه ب 3000 درهم، كرتونه ب 3000 درهم يلا كرتونه ب 3000 درهم. انا 3000 درهم ناخذ فيها راه 5 كرتونات ولا 3000 درهم ولا بعض الكرتونات. كرتونه قال لي خديتها ب 3000 درهم. علاش علاش 3000 درهم؟ هذا 45 درهم، هذا حذاه 60 درهم. ها هو 60 درهم. نرجع لكم ولا نقوز نكمل الحوت الاول. الاخوان كتشوفوا لالو 30 درهم، ها هي 30 درهم، ها هي لالو 30 درهم الكيلو. طيح الثمن الاكسبور ميت، اللهم المغاربه ياكلوا بعد الحوت هو الاول. هنا كاين مسكين قال ما عمرك لا لالو تخصي ياكلها. لالو دابا دايره 30 درهم ولا 60 درهم الكيلو. ها لالو الصغيره 25 درهم الكيلو. لالو هذه اللي كدوز بالطوبه، هذه كدوز بالطوبه. راه الاخ ديالي حكيم فيش هو لا ديجا ديجا قالها لكم، راه وراكم واحد الفيديو الاخ ديالي، راه ديجا وراكم هاد لالوط كاينه الطوبه كدوز بهاد لالوط. دابا راه طايح الثمن. هادي هاديك راه كلا فيها العصا هو، هاديك الطوبه راه الفيديو اللي دار لكم راه كلا فيه العصا. ويني ما يستسلمش حتى هو الاخ حكيم فيش الاخ ديالي. المهم هاد لالوط هادي 25 درهم، هادي 30 درهم عريضة 30 درهم. السي بي كنكرر السي بي 33 درهم الاخوان. كاين الناس كيجيو عندي كيقول لي شحال غا عبر الاخوان اللي كاين هنا يعبر الحوت. راه الثمن شفتو في اللايف، راه الثمن اللي كنقول في اللايف هو اللي كاين هنا، حيت شحال واحد كيسولني كيقول لي واش الثمن ديال اللايف هو هذا. الاخوان كي كنقول لكم في اللايف هذه 33 درهم، جي عبر اخويا 33 باش تخلصها بلا ما تهضر معايا. مو والو انت الثمن اللي قلت لك هو اللي كاين، باش نقول لك في اللايف دايره 33 وتجي عندي نحسب لك 40 درهم. داك الشيء راه ما كاينش، اللي كاين هو اللي كاين. 33 درهم 33 درهم، هذه 55 درهم 55 درهم. الميرنا الميرنا الاخوان الميرنا كيف كتشوف الميرنا 45 درهم فريتور بدون الزاويه يديها مسخه. احشي الماء غسل يديها احشي الماء الاخوان بدي نهزك ونهزكم سميتو مع السيد هذا. شحال واحد كيقول لي وسخ، هذه راه ماشي وسخ، هذه راه المداد ديالها صافي. يلا انا غسلت يدي الاخوان، غسلت يدي. هذا الاخوان كنكرر الميرنا 45 درهم، ها هي الكيلو حيه كل شيء، ها هي الميرنا حيه كل شيء. ها هي ها هي كيف كتشوفوا هذه، ها هي فريتور 45 درهم الكيلو. طلعت فيها 3 دراهم في الكيلو، هذه 3 دراهم البارح درت 42. واليوم الميرنا ديال 30 درهم ما كايناش، ديال 30 درهم ما كايناش. نوريكم علاش ما كايناش، حيت كاين ما خارجينش ليها الفليك، الفليك ما خارجينش. كاين شويه الريح المنزله، كنعاود نكرر كاين شويه المنزله. لالوط ها هي لالوط اللي كديرها 70 درهم 80 درهم 30 درهم، ها هي 30 درهم الكيلو. ها هي الاخوان 30 درهم الكيلو، هذه هي اللي كدوز بالطوبه، هذه كدوز بالطوبه. وديجا الطوبه راه قتلت واحد، راه الناس كلشي في راسهم. ديجا الناس واحد قتلت واحد السيد مسكين في الداخله، الطوبه مسمومه. هذه لالوط الكامبا هادشي اللي كاين 180 درهم. هذه شافها واحد السيده وكاين برا، راه قال لي خليها ليا، راه نخليها ليه كامبا. بعثها لي 180 درهم الكيلو، ها هي باقا حيه 180. السانديا هادشي اللي عطى الله كيلو اللي كاين. كلشي قلت لكم الاخوان دابا، كلشي اللي نسيت هذا دابا راه صافي. قيمرو عاود نعاود نكرر لكم، قيمرو 70 درهم هذا، هذا 110. باقي باقي لكم نسيت شي حاجه اللي مهمه نسيتها اللي كيوصلوا على الناس بزاف، هي نسيتها نمشي دابا. ها هي لانغوست، لانغوست الاخوان 120 درهم الكيلو. ها هو نسيت تغنسها، حتى هو كنغنسها لانغوست، لانغوست 120 درهم الكيلو. ها هو الاخوان ها هو شفتيها، ها هو 120 درهم الكيلو. ها هو حي الحي، ها هو الحي. الاخوان كنطلب منكم هاد 6630 تبارطاجي، حيت غنقول لكم واحد الكلمه الاخرى باش تفاعلوا معايا. راه كاينين الناس كيحاربوني على هادشي، راه انا غادي اليوم بالمرصاد ان شاء الله.
غدا ان شاء الله ما غاديش نخدم لاسباب معينه، لاسباب ما. المهم لاسباب ما، انتم راه دابا الاسباب ما راه غتعرفوها، غتعرفوها شنو هي. انا دابا قلت لكم اسباب ما، كملوا من راسكم الاخوان. حاول هذا الفيديو بغيت يوصل اكثر مشاهده، اكثر مشاهده. الناس كيحاربوني علاش كنبيع الاثمنه وعلاش كندير لكم فرق ديال الحوت. ها انتم الاخوان، ها الخير موجود، ها هو لانغوس. وانا مستعد شي واحد بغى يجي الورق ديال لانغوس، هما كاينين مرحبا به. ها هو كنسال الورق ديال الحوت، هما عندي مرحبا بهم. انا عندي التصوير ديال كلشي، ديال السويقه اللي كاينه، والتصاور ديال كلشي، عندي التصاور ديال الجميع، ديال المارشي اللي كنشري فيه الحوت، والناس اللي كيديروا التجمع. عندي كلشي مستعد، داك هذاك الفيديو كلشي مستعد نلوحهم هنا، مستعد. الى ما الى الناس الى ما خلونيش انا، راه غادي كلشي داكشي غادي نحطو، غنحط لهم كلشي. انا خدام القوانين ديالي، ولا ما بعدوش مني غادي نعرف اش غادي ندير. انا ما كنهددش، ولكن الناس راه انا غنعرف اش غادي ندير. المهم راه كاين جمعيات كيحاربوني، غنعرفهم، خصني نعرف شكون، نعرف شكون شكون صحابي اللي كيحاربوني، خصني نعرفهم. ما بغيتش نتسرع، ما بغيتش نتسرع دابا، انا ما بغيتش نتسرع، خصني نعرف اشنو كاين. انا مستعد، هاد الناس هادو جاو عندي يقولوا لي الورق ديال الحوت، انا كاين مستعد، مستعد ليهم. ها هو لانغوست 120 درهم، لانغوست 120 درهم الاخوان. الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تبارطاجيو هاد 6700 اللي داخله دابا، تحاولوا تبارطاجيو، حاولوا تبارطاجيو اكثر مشاهده. كاين الناس راه كيحاربوني على حساب هاد الاثمنه اللي كاينين دابا، ها الحوت اللي كاين. ها هو المهم الاخوان، الناس كتسناو. ها انتم الاخوان، الناس ها انتم، ها انتم الناس، واش هاد الناس ديالهم شحال؟ ها هما. مرحبا، السلام عليكم. السلام الاخوه اللي كاينين دابا كيتسناو. هما واش هاد النزره ديال اليوم ولا شي حاجه مليون؟ جيو اليوم اليوم صافي، كيحبسوا الناس وكيحبسوا الناس. مرحبا، الله يحفظك. هاد بوفريتي مسكين على الله. هاد السيده، هادي هاد السيده تقريبا في المرسى، شحال انت في المرسى خديجه الله يحفظك؟ شحال انت في المرسى؟ هاد السيده في المرسى، واخا السيده مسكينه هي تاهي ما ترسى ان شاء الله. الناس معاهم معنا، مرحبا بيهم تاهما، الناس كاينين. ها الاخوان، اليوم الحد، اليوم الحد، هاد الناس راه باغيين المعقول، ما كاينش معقول ما غاديش يجيو، والثمن مناسب. ها هو هادشي اللي كاين الاخوان. يلا مرحبا بكم، وانا غادي نديروا لنا حمايه الغرب. 3 3 4 4 3 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
السيد معاون معنا هو هو هذيك الكامبه تبعت لك الكامبه تبعت هذيك الكامبه نجي اسمع هذيك الكامبه لا تبعت هذه تبعت اه راه الاخوان انتما غنوريكم قيمه كل واحد الماركه ديالو عندهم الاخوان الناس هما الناس مرحبا بهم علاش هاد الناس دابا هادو علاش خلاو واحد اخر جاوا لا ها 70 ها 70 ها 65 ها قمرون ديال 70 درهم راه ولي 70 ها 110 هذا 100 هذا 110 نعم كلشي ديال اليوم هادشي كلشي هذا 110 هذا 95 95 درهم هذا 100 يلاه الاخوان خليكم ها 60 ها 45 ها 55 هذا 120 درهم ها هو 120 درهم لانغوست يا اخوان خليكم السلام عليكم معكم هاسي مباركة ولا شي ديال الانسكان مرحبا بكم عنده مباركة وعقلوا ليه السيد صديق ديالي كيف انسكان مرحبا بكم عنده في انسكان هذا بحالي صريح بحالي باش عارف واش كاين انا السلام عليكم.